هذه السائلة تقول: هل تجوز عملية شد البطن للمرأة وذلك بسبب ترهلات الولادة المتكررة، خصوصا أن ذلك يسبب لها الإحراج أمام زوجها؟ يجوز للمرأة أن تعيد العضو إلى وضعه الطبيعي كالبطن مثلا، فلا مانع من أنها تقوم بعملية شد البطن طالما ليس هناك أضرار طبية جانبية عليها ولا يترتب على ذلك مضرة بالنسبة لعلاقتها مع زوجها في هذه الفترة. لا إشكال في هذا الأمر، فالمسألة فيها سعة، فهي نوع من أنواع العلاج، لا مانع من ذلك.